ونتابع في هذا الحوار معنا الآن المختص بشأن الإسرائيلي الأستاذ فايز عباس والصحفي محمد محسن وتد أيضا معنا عبر الخط الهاتفي. أستاذ محمد نتابع من هنا معك، يعني الليكود لا يزال متفوقا، ولكن قبل أن نتحدث عن الاستطلاعات وعن ما يقرأ هناك، كان موجودا اليوم في عرعرة في النقب، وهناك أيضا يعني محاولات لتجنيد المزيد من المواطنين العرب والأصوات العربية لصالح الليكود. يعني بداية الليكود ببنيامين نتنياهو وظف أزمة كورونا وجائحة كورونا إذا ما اعتدنا على هذا التحريض الممنهج على الجماهير العربية وعلى القيادات العربية في الانتخابات السابقة، يعني وقد نجح هذا التحريض في تعزيز مكانة الليكود وبنيامين نتنياهو في الحكم. كان ذكيا في هذه المرحلة وأطلق حملته الانتخابية بالذات من البلدات العربية ومن المجتمع العربي. أنا لا أقول يعني يدعو المواطنين العرب للتصويت للليكود بقدر ما يدعو إلى تفكيك وتفتيت وتشتيت الصوت العربي، يعني هو أيقن ذلك. قضية تفكيك استغل هذه الأزمة في المشتركة المتواصلة أصلا وليس فقط التي نتجت في أعقاب انتخابات 2020، ومن أجل يعني أن يشتت هذا الصوت. طارة تصوتون لي يعني سواء أحزاب يهودية أحزاب عربية، لكن أن لا تكون هذه الكتلة الانتخابية ضمن يعني قائمة تحالفية واحدة التي يمكن أن يكون لها تأثير على المشهد البرلماني في الانتخابات المقبلة. وفي نهاية المطاف نتنياهو إذا ما نجح بتشتيت الصوت العربي وسيكون له الحضور أكثر باستقطاب المزيد من الناخبين اليهود وتعزيز مكانته، يعني استطلاعات الرأي اليوم تعطي بنيامين نتنياهو والليكود 30 مقعدا، والليكود يراهن على حسم الصندوق بحصد 35 مقعدا من أجل أن يشكل حكومة مستقرة يمكن لرئيس الحكومة نتنياهو أن يتحكم بها وأن يأتي في نهاية المطاف لتشريع القانون الفرنسي الذي يمنع من نتنياهو من محاكمة رئيس الحكومة خلال توليه المنصب، وهذا ما يريده نتنياهو. وكل ما يتعلق هذه الهجمة يعني، وهذا فتح الباب لكل الأحزاب الصهيونية لدخول المجتمع العربي، ويعني ميرت لديها مرشحين، مرشح رابع مرشح خامس في القائمة، ساعر يغازل يائير لبيد مستعد لأن يتفاوض وأن يكون شريكا في حكومة مع المشتركة، ونحن نعرف من هو يائير لبيد الذي كان أكبر المحرضين على القائمة المشتركة وعلى الجماهير العربية. وفي نهاية المطاف القائمة المشتركة التي تتراجع في استطلاعات الرأي يعني تعطي هذه الفرصة للأحزاب اليهودية، لا أقول يعني بأن الناخب العربي المجتمع العربي يعني بات ذكيا وحتى أوعى من القيادات بهذه المرحلة، لا نرى هذا التهافت على الأحزاب الصهيونية أو احتضان الأحزاب الصهيونية. المجتمع العربي يقول يعني كل هذه الأزمات وكل هذه المشاكل التي يمر بها المجتمع العربي هو السبب الرئيسي هو الأحزاب الصهيونية ومن كان بها الحكم، يعني لا يمكن تحميل المشتركة هذه المسؤولية عن هذه الأزمات. في نهاية المطاف لن يصوت يعني كما اعتدنا في السابق، يعني كانت هناك نسبة عالية من المجتمع العربي تصوت للأحزاب الصهيونية، كانت هناك يعني أعضاء كنيسة في مناطق متقدمة وممثلة في القوائم الانتخابية اللوائح الانتخابية لمختلف الأحزاب. نعم أستاذ محمد، ولكن يعني من منذ 2010 وصوبني إن كنت مخطئا، يعني لم تعد هذه الظاهرة بين مزدوجين معروفة ومنتشرة في المجتمع العربي، بات التوجه العام يعني أكثر باتجاه المشتركة، ومنذ تشكيلتها أيضا يعني كان هناك إيمان قاطع لدرجة أن نسبة التصويت وصلت 80% من بين الناخبين اختاروا المشتركة نهجا، ومع ذلك نجد أن هذا الاتفاق يعني لن يمضي قدما ولن تتابع في مسارها بشكل الذي عهدناه. أنتقل إليك أستاذ فايز، خلال أسبوع يمكن أن يحدث الكثير إسرائيليا خاصة فيما يتعلق بالسياسة. دعنا نتحدث الآن على الساحة السياسية الإسرائيلية والمشهد السياسي الإسرائيلي ليس المشتركة فقط، ما الذي علينا أن نتوقعه؟ ما هي السيناريوهات الأقوى بنظرك؟
عمليا انا اريد ان اطرح سؤالا، يعني ما هي احزاب المركز في اسرائيل؟ انا لا ارى اي حزب في اسرائيل حزب مركز، ربما فقط ميرتس هو حزب مركز يسارا، لكن باقي الاحزاب هي لم تمثل لا المركز ولا اليسار ولا وانما اليمين، في بعض اليمين الخفيف اللطيف واليمين الفاشي الذي يتمثل بيمينة والليكود. لكن حزب مركز في اسرائيل ما في حزب ولا مركز، حزب ازرق ابيض كان من الممكن ان يكون كذلك، لكن غانتس تبنى موقف نتنياهو بالكامل، الموقف السياسي وكل ما يتعلق بالمفاوضات السياسية بالنسبة لعملية السلام وغير ذلك، هو لم يتبنى لا موقف مركز ولا اليسار. عمليا اليوم أنا على قناعة أن يائير لابيد لن يدخل في أي تحالف مع أحزاب موجودة، لأنه لا يريد كما على الأقل كما هو قال أن يلدغ مرة ثانية بعد أن دخل في تحالف مع حزب أزرق أبيض. هو يريد لربما شخصيات منفردة وليست أحزاب تدخل في تحالف معه. جيدون ساعر أيضا لم يتحدث ولا يريد حتى هذه اللحظة تكتلات حزبية أو أن يكون شريك لأحزاب أخرى. وحزب اليمين يمين أيضا كذلك الأمر، هو تخلص من سموتريتش والبيت اليهودي. لذلك أنا أرى أن الوضع الحالي هو لربما يكون هناك تحالف فقط بين حزب العمل بقيادة ميراب ميخائيلي وحزب رون خولدي رئيس بلدية تل أبيب، هذا هو لربما الوحيد. لربما ينضم إليهم عوفر شيلح، وأيضا لا وأستبعد أن ينضم بوغي يعلون إلى مثل هذه القائمة. لكن باقي الأحزاب هي لن تعبر نسبة الحسم، وستبقى النتيجة من مع من ضد نتنياهو ومن مع نتنياهو. هذا يعني أنه حتى هذه اللحظة استطلاعات الرأي الأخيرة أن من ضد نتنياهو 61 مقعدا، لكن لا يمكن أن تشكل حكومة من هؤلاء 61 لأن هناك القائمة المشتركة. وأنا لا أرى أن ليبرمان يمكن أن يجلس ولا يمينة ولا حزب جدعون ساعر في حكومة تحصل على دعم القائمة المشتركة. لربما سيستطيع نتنياهو مرة أخرى أن يفكك بعض الأحزاب أو أن يشتري بعض الأحزاب مثل حزب يمينة وغيره لكي يعيد تشكيل الحكومة من جديد. وربما ستكون هذه حكومة ائتلاف ضعيف، ولا أستبعد أنه في نهاية هذا العام انتخابات خامسة في إسرائيل. حتى على الأقل هذا يعني أكبر دليل على ذلك هو استطلاعات الرأي الأخيرة. لا يمكن لأي حزب أن يشكل حكومة في هذه المرحلة. كما نعلم يعني لابيد ساعر وليبرمان أعلنوا بشكل واضح وأنهم لن يدخلوا في تحالف مع في ائتلاف مع نتنياهو. طبعا يعني يائير لابيد أثبت ذلك في الانتخابات الأخيرة، وجدعون ساعر قال كلمة واحدة: لن أدخل في تحالف مع نتنياهو. يعني شخصية غير نتنياهو من الليكود ممكن جدا، وهذا مقبول علي. وليبرمان كذلك الأمر. لذلك نعم استفاد ليس نتنياهو، ولا أعتقد أنه على نتنياهو أو غيره سيتمكنون من تشكيل الحكومة القادمة. نعم وصلت الفكرة. أنتقل يعني بإيجاز لو سمحت أستاذ محمد محسن وتد كصحفي الآن، أريد أن تأخذنا إلى كواليس ما يحدث في المشتركة. يعني لابد أن تناقل الأخبار وتسريب المعلومات خلال هذا النهار اليوم الأخير يعني ما زالت مستمرة. هل هناك من جديد؟ هل هناك ما تعرفه ويمكن أن نعلن عنه؟ يعني الجديد هو مساعي ومحاولات الإبقاء على القائمة المشتركة للحفاظ على هذه القوة. استطلاعات الرأي وإن منحت المشتركة الآن 10 مقاعد في السابق في استطلاعات السابقة إلى حد ما كانت يعني تمنحها نفس العدد، وبعد دخول المعترك الانتخابي يعني المشتركة حققت هذا الإنجاز في الانتخابات الأخيرة 15 مقعدا، وإن كانت استطلاعات الرأي تعطيها كحد أقصى 13 مقعدا.
نعم أستاذ محمد محسن الوتد والمختص بشأن الإسرائيلي الأستاذ فايز عباس، شكرا لكما على هذه المداخلة.